تستمر على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي. شوطنا التاسع وثالث جولاتنا هنا تبدأ في هذه اللحظات مع انطلاقة واندفاعة هذه الأسماء في شوط المحليات. الأصايل في سن الإبداع والاستمتاع، انطلقت هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات بحثا عن ناموس هذا الشوط. أتقدم مباشرة إلى المراكز الأولى، أتقدم مع المركز الأول وأتابع الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات. أتابع المركز الأول من تنطلق في مقدمة هذا الشوط العزوم، عبد الله بن مبارك بن عامر الإحبابي من يقدم العزوم في أول الأسماء المنطلقة والباحثة عن ناموس هذا الشوط. النقلة للمركز الثاني، أتابع مودة قادمة، محمد بن خميس السعدي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. البويضة القادمة على المركز الثالث، راشد بن خميس بن كراز السبوسي ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع رسمية قادمة لعبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي القادم على المركز الرابع يقدم رسمية، والمركز الخامس هي الوسمية قادمة حمدان بن احمد بن سعيد او محمد بن احمد بن سعيد بن منان من يتقدم في خامس المراكز، يتقدم ويقدم الوسمية. النقلة للمركز السادس، وتابع سادس المراكز، هذه مياس حميد بن عتيجة بالهلي الهايري قادما على المركز السادس. سابع المراكز من الجانب بالاخر الغزيل القادم، الغزيل راشد بن سعيد بن محمد المهيري القادم، وكذلك هواجم سعيد بن يعقوب السعيدي من يقدم هواجم على المركز الثامن. تاسع المراكز، نسايم لعلي بن سالم بن علي بن الخرس الاكتبي القادم في هذه اللحظات، والمركز العاشر شوشر منصور بن سعيد بن علي العويسي. هكذا هي النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة العشر الأسماء. هكذا هي نتيجتنا للمراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في هذه اللحظات مع اقترابنا لمنتصف الستة كيلومترات. غادرنا الثلاثة وتبقى ثلاثة كيلومترات. يا أهل المحليات الأصايل، أعود إلى الصدارة، إلى العزوم، إلى العزوم. عبد الله بن مبارك بن عامر الإحبابي يتقدم ويقدم العزوم على المركز الأول. مودة السعدية قادمة على المركز الثاني، محمد بن خميس بن عبد الله السعدية يقدم مودة على المركز الثاني. المركز الثالث رسمية قادمة لعبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي قادم على المركز الثالث. المركز الرابع لمحمد بن احمد بن سعيد بن منان الاكتبي قادما في هذه اللحظات ويقدم الوسمية. المركز الخامس
المركز الخامس القادم مياسة في خامس المراكز أحمد بن عتيج بن عبيد بن هلي الهاجري قادم على المركز الخامس يتقدم مع المجموعة الأولى. نتابع المجموعة الثانية والقادمة لبويضة لراشد بن خميس بن كراز السبوسي القادم على المركز السادس. سابع المراكز الغزي القادمة راشد بن سعيد بن محمد المهيري القادم على المركز السابع. المركز الثامن هذه هواجم قادم سعيد بن يعقوب السعيدي يقدم هواجم. المركز التاسع شوشرة لمنصور بن سعيد بن علي العويسي. واشتعال على المركز العاشر لمحمد بن عبد الله العسكري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي العشر. خلاص بنقول باي باي العشر، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة. لا زالت العزوم عازمة وخاطفة هذا الشوط لعبد الله بن مبارك الإحبابي يتقدم على المركز الأول ويقدم العزوم. صواب بن صوايح قادم بصيحاته يقدم رسمية قادمة لعبد الله بن صوايح بن سيف الكتبي القادم في هذه اللحظات. وبن منان يقدم الوسمية. محمد بن أحمد بن سعيد بن منان يتقدم في هذه اللحظات. المركز الرابع هذه مودة محمد بن خميس السعدي القادم مع مودة ومياس أحمد بن عتيج بالهلية الهاجري. والمركز الخامس وصلت شوشرة، تقدمت شوشرة لمنصور بن سعيد العويسي. الكيد الأخير الكيل الخطير هواجم هواجم سعيد بن يعقوب السعيدي قادم مقدم هواجم في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة. العزوم مطيعة بالصدارة، العزوم متمسكة بمسار هذا الشوط. شوشرة شوشرة القادمة على المركز الثاني لمنصور بن سعيد العويسي. المركز الثالث مياسة لحميد بن عتيج الهايري القادم على المركز بالهلي القادم على المركز الثالث. ولكن المعركة ثنائية، المعركة ثنائية ما بين الأحبابي ما بين العويسي ما بين العزوم وما بين شوشرة. ولكن شوشرة على المركز الأول، شوشرة على الصدارة، على العزوم. العزوم عزمت على الناموس. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، شوشرة والعزوم، شوشرة والعزوم. ولكن العزوم، العزوم من البداية وهي قائدة لمسار هذا الشوط وختمت هذا الشوط لصالح هذا الشعار. تهانينا والناموس لك يا أبو مبارك عبد الله بن مبارك بن عامر الاحباب. المركز الثاني شوشر لمنصور بن سعيد العويسي. المركز الثالث مياس الحمير بن عتيج بن عبير بن هلي الهاجر. المركز الرابع هواجم بن سعيد بن يعقوب السعيد. المركز الخامس هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول العزوم قاطع 6 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 9:13 جزئين من الثانية. ثانينا وناموس لعبد الله بن مبارك بن عامر الإحبابي على فوز العزوم بالمركز الأول خاطفة شوط المحليات الأصايل. المركز الثاني شوشرة 9:15 جزئين من الثانية. ثانينا وناموس لمنصور بن سعيد العويسي. المركز الثالث نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات واللي وصلتنا مياسة لحميد بن عتيج بن عبيد بن هلي الهاجري. وتوقيتها الزمني 9:15 7 أجزاء من الثانية. هكذا هي نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للثلاثة.